السلام عليكم خوتنا المشاهدين. كيف ما شفنا اخيرا يسرى خرجات من بعد ما وقع لها هذا المشكل. خرجات واخا حنا ما بغيناش نهضروا عليه، ولكن من خرجات صاحبه الشان وهضرات غادي نهضروا عليه. اخيرا خرجت باش تقول لينا القرار اللي خدات ضد الام ديالها وضد زروالي. كيف ما شفنا يسرى نهار دارت الخبره ما خرجاتش وما صرحاتش اشنو وقع، لانها بغات تستر على الوضع، ولكن العكس وقع عند الام ديالها والزروالي ما نكروش وخرجوا صرحوا كاع داكشي اللي كاين في الولايه واللي في المحكمه وقالوا. هادشي هي علاش خاضت واحد القرار باش رفعت عليهم شكايه بزوج بالام وبحتى الزروالي، بانها شافت بانهم شهروا بها وبان ما عندهمش الحق، وهي كيف ما كتهضر انها كرهاتهم لانها حطوها في واحد الحاجه اللي مؤسفه ومؤسفه بزاف، وعطات بزاف ديال الرسائل الام ديالها لانها شافتها باغا تخدم بهذه القضيه ديالها. هي كتقول الام ديالها بانك باغا تخدمي بهذا المشكل ديالي، وزائد هادشي كامل باغا تنتقمي من الاب ديالي. حنا ما عرفناش علاش الاب غادي يدخل، لحد الان بقى علامه استفهام. الاب ما عندوش علاش غادي يدخل، لان هما غادي يقلبوا على صاحب المشكله وهما جابوه وقالوا بانه هو اعترف. علاش الاب خايفين بان الام غادي تدخلوا للحبس؟ هذه هي اللي باقا مشكوكه. وزائد هادشي كامل قالت بانها باغا تنتقم من نهار تزوج وهي كتقلب ليه بزعما تدخلوا للسجن باش تهنى منه باش تنتقم منه، مع العلم ان سعاد كيف ما كتقول بنتها انها هي اللي طلقات الاب ديالها، وهي اللي زعما عطاتو لاي مراه تاخذو، ماشي لبنى، اي وحده تقدر تجي تاخذو، حيت هي عام وهي فارقه عليه وما بغاتوش، لانها كانت عندها واحد الحساسيه منه ما كانتش كتحملو. واخا سعاد راه ترداتو وقالت لك ما كتحملوش، ملي كيجي عندها غير مكابره وغير دايره الضد مع ديك الضره وصافي، هي ما عندهاش معاه، صافي كرهاتو طلقاتو. ولكن فاش رجعات ليه بقات محمله على نفسها، حتى طلعت البنت اللي هي يسرى دابا عقبات خربات لهم الزواج بديك الهضره اللي قالت في الام ديالها، وتي ما كتحملينيش، تي كتطاقمي مني، وتي هادي وهادي وهادي. حنا كون كان احسن وكان افضل هذه يسرى كون خلات راسها بعيده للتقار، ما تضرب فمها، ما تعير فمها، ما تقيس فمها، هذيك امها عليها بالتقار، تحترمها وتبعد منها وتخلي المشكل بينه وبينها، هو يضرب وهي تضرب، تنتقم منه ولا ما ينتقم منها دبر راسهم، هادو كيبقاو ازواج. يسرى الغلط اللي دارت انها حطت راسها براس الام ديالها. من نهار خرجت ديك الخرجه ضد الام ديالها، خرجات هما من تما دمر الرجوع ديال الام ديالها، تفارقوا كل واحد مشى تشتت في جهه، وبقات ثاني يسرى مع الاب، وعقبو جابوا الاخت ديالها، وعقبو ثاني رجعوا محبه وحده وعائله وحده مع مرت الاب اللي هي لبنى. تما فين سعاد كتجمع ليها داكشي، كتجمع كتقول زعما علاش هاد البنت ما باغيانيش انا، وباغي الخير لمرت باها وباغي الخير لباها وانا لا. داكشي علاش كرهات راجلها وكرهات بناتها وكرهات كل شيء، لانهم كيفقصوها وكيغدوها. ودابا حنا كامهات غنحسوا، يسرى ما غتحش لانها كتبان ليها بان امها ما كتحملهاش، الام راه ديالها كتحملها، غير هي المشكل اللي عندها انها كتفقصها مع الضره ديالها. وحنا عارفين علاش مسمين هذيك الضره، لانها ضره نيت ضر، ملي راجلك كيكون ديالك وكيكون وليداتك ديالك، وملي كتجي واحد السيده وتولي في المثابه ديال الام ديال دوك الاطفال اللي هما ديالك، وكيف ما كنشوفوا لبنى كتعامل مع دوك البنات بحال بناتها، والام مازال بالحياه، وكل شيء جا استغراب مني لبنى يسرى مشات حنات لبنى وجابتها عروسه لباها وفرحانه بها. هادشي كامل باجاج كيتشارجا لهذيك الام وجمعات في قلبها، وما بقاتش عندها الرحمه والشفقه فين ما اللي جا في الطريق صافي كدوز فيه. دابا حنا ملي كنشوفوا سعاد كتخرج ضد بنتها وتقول هذيك الهضره كنقولوا حشومه، عيب، علاش كديري هادشي هذا؟ ولكن ملي كنرجعوا السين تالور كنصيبوا ديك الام راها جمعات ضد ديك البنت وداك الاب ودوك العائله بانهم ما كيبغيوهاش، وهي خصوصا انها دوزت واحد الجزء من حياتها خدامه عليهم باش تسعدهم وباش تريحهم بحال شافتهم ولاو ضدها. الى رجعتي للمنطق وفكرتي بالقلب
كتشوفي بان سعاد ظلمات بنتها 100% ظلمات بنتها بهذا الخروج هذا اللي هي دابا غادي تستحق العقاب عليه لانها خرجات وشهرات ببنتها. ولكن الا فكرنا عقلاني ومنطقي واللي متبعي القصه من البدايه غيشوفوا ديك الام عندها اسباب علاش وصلت لهاد الدرجه هذه، زائد انها مريضه نفسانيا، انها اكتئاب، انها بزاف ديال الحوايج. هي داك الراجل كان طلقاته، كان ما عنده صفر درهم، كان عالة عليها وعالة على حياتها، كانت تشوف تقول انا لاش متقلة بيه، وزائد مرضات نفسانيا، اولاد هذا هما بقى كيبكيو عليه عقب تبعتهم ليه مشاو شدهم عنده. ماشي كانت الخاطرة، ولكن فاش شافت السيد حل عليه الله البيبان ولاو عنده، بغات هي تتمتع وتعيش من رزق هذاك الراجل، لانها قالت هي عيشاته خاصتها هو يعيشها شويه. مني حلاليها وبان ليها كيف تنقولوا بحال نواره، مني شافت المراه الاخرى كتعامل معاه زوين وتعامل مع بناتها زوين، هي بغات تعيش ديك الحياه. وداك الشيء اللي شفناه، عاشت ديك الحياه واحد المده قصيره شي 15 يوم ولا 20 يوم، وتقلب ليها كلشي، داك الشيء تخربق ليها. هذا الشيء علاش سعاد عندها اعذار ضد هذا الشيء اللي وقع ليها وهذا الشيء اللي دارت، لانها جامعه واحد الباجاج ديال ولادها اللي هما جوج بنات ما مسوقيناش، كيخرجوا داز العيد، داز مناسبات كبيره، فرحانين مع مرت الاب، كيبوسوا كيعنقوا كيديروا مسابقات، شكون اللي عز ليك مرت بابا، شكون اللي تمنيت تبقاي معاها مرت بابا، وكاين الام ديالهم كينفيوها من الحياه. داك الشيء علاش هي من نهضت هاد الضجه ديال الاغتصاب وهذا الشيء فكرت فيهم، واخا تكون ما بقاش كتبغيهم، واخا ام غتكره ولادها، واخا تكون هي الناس كيقولوا بالله كتكرههم، الله اعلم القلب هذاك ديال الامهات، راه ولادك ولادك. نهضت فكرت في هاد الشيء، هذا هي دير خبرات، هي دير تحاليل. ولكن حنا علاش دابا سعاد كلشي ضدها وحنا تنعاقبوا عليها، انها فشات هذاك السر. مني لقيتي المشكل كاين خرجي وقولي ما غنقول لكم حتى شي حاجه، خرجي في قناتك وقولي ما غنقول لكم حتى حاجه، انا درت خبره لبناتي، ولكن داك الشيء اللي لقيت عندهم كيخصني انا، ما غنقولو حتى لشي واحد. ديك الساعه داك الشيء غيبقى في المحكمه، غيبقى سري، وتقدر ديك البنت تكبري في عينها وغادي تجي تقرب منك وتقول شوف الام ديالي وخدرت فيها هاد الشيء كامل، ها هي استراتني. ولكن فينا هو العقل؟ زائد سعاد مدخله واحد السيد اللي باغي يخدم بقناته، خاصو واحد الخبر اللي مشعشع ويجيب ليه المشاهده، ويقلب اين قناتي يحط واش مليونيه ولا عشرينيه ولا مئويه. زائد هي ما حتى هي دارت غلط، سالا هو مشات هي دارت لايف. هنا سعاد هادشي كامل اخطاء، اللي بغى يقول عكس هادشي غادي يشهد بالزور، اللي بغى يقول الحق هادشي هذا. كما شفتوا هذا هو القرار اللي خاضت يسرى، انها غادي تعاقب الام ديالها والزروالي لانهم فشاو السر ديالها وخرجوه للسوشيال ميديا، وكان سعاد بيدها تستر على هذا الامر، وحتى داك اللي معاها غادي يطلبوا وغادي يترجه وغتقول ليه اش تقول واش تقول. وديك الساعه مريضنا ما عنده باس، ما غيتبعوهم شكايات، غادي الامر غيتجمع. احنا ما غاديش الناس غيمشي يدقوا الباب ويقولوا لسعاد خرجي قولي لنا اش لقيتي في الخبره، داك الشيء غادي يهمها هي. المهم غتنوض واحد الضجه بلا سعاد كذبتيها، بنات زوينات سليمات ماشي مشكل، على حساب بناتي ماشي مشكل، ولكن العكس هو اللي وقع. احنا شفنا دابا المشكل كبر وكبر بزاف، ولا حول ولا قوه الا بالله. الله يحنن القلوب على بعضياتهم، الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.